يبقى فيه مساواة، يبقى فيه نجاحات، ونقدر نقول ان احنا عندنا نظام بجد جديد لكرة القدم المصرية بدل الشغل اللي كنا ماشيين بيه زمان. انا كنت قريت لك مرة طلب او مناشدة او انه بعضا من اللاعبين او المدربين الاجانب بياخدوا رواتبهم بالجنيه المصري، هل حد استجاب ولا الامر اه كان طبعا احنا عندنا النشاط الرياضي كله بياخد 25% بال فعلا بس مش الكوره ما عدا الكوره؟ اه كويس. 25% واللعيبه اه الاجانب 25% برضه مش بالمصري. الكوره. اه لا لا مش اه الكوره، لا 25% مصري و75% بس 75% حمل. طبعا حمل. بقول لك يا كابتن، 1,400,000 غير المكاسب. ما انت النهارده انت بتجيب لعيبه عشان تكسب، بتجيب مدربين عشان تكسب، فما صحيح. بتكسب بتدفع بالدولار او باليورو. هل في صفقات للعيبة توقفت بسبب الدولار، عدم وجود دولار؟ لا مفيش. لا، هل كان في طلب دولار اكبر من اللي موجود عند النادي الاهلي وبالتالي الامر كان صعب شوية؟ يعني بص انا ما عنديش معلومة مين اللي كان بيفكر فيه، لكن انا ما شفتش حد الفترة اللي فاتت لما كان امير، وانا لازم اشيد بامير توفيق برضو لان الراجل نعم ده عمل شغل كويس جدا في النادي وعمل شغل طبعا في الصفقات طبعا. وفي الحقيقه كان يعني هو منفذ وليس فلكن الحقيقه ما اتاخر النادي الاهلي ما اتاخرش، نعم كابتن خطيب ما اتاخرش في اي حاجه، وكنا بنورد وبنجيب. خلي بالك احنا في وقت من الاوقات في بعض المحبين للنادي، وعلى فكره دي حاجه ليجل، نعم كانوا بيسلفوا النادي الاهلي فعلا. دولار وياخدوا مصري والله. وليجل بمعرفه الشباب والرياضه، يعني احنا ما ايوه. كناش بنعمل حاجه، مش تجاره عمله، لانك لا انت تجارة النهارده ايه ده انت حاجة النهارده حتى جميلة. يا كابتن نعم. انت ما عندكش الرفاهيه انك انت تروح مثلا لشركه صرافه وتشتري صحيح عمله، ما صحيح. ينفعش، انت لازم تشتري العمله من خلال البنك، ما ينفعش تروح لحد تدي له دولار. النادي الاهلي الاكثر التزاما الحقيقة بالظبط، يعني ما دائما ينفعش. وابدا يعني. فبالتالي عليك اعباء كبيره جدا. طبعا مهم ان الدوله بقى تساعدك في الحته دي. عايز اقول لك